السلام عليكم. وعليكم السلام. اشني اخي بشمس العشية اللي وقعت لك واللي بغاش تنساني؟ شمس العشية كانت وقعت لصاحبي وقدامي، كنت معاه انا في القرية، كنا نمشي بيع تليفون. المهم مشينا انا وياه، جا عنده واحد بغى يشري من عنده، قال لي يقلبوا شافوا مزيان وقال لي نشارجي لك باش ندويو ابل ونشوف واش كيدوي مزيان في الابل، واش الباف ديالو مزيان. مشى هو وياه خلص ليه الكارت ديالو 5 دراهم وبقات عند الدري صاحبي الصرف ديال 100 درهم. تكون عنده محل ولا على؟ لا على رجلي، ما عنده لا محل ولا في قرايه عادي. مشى شارجا لي وبقى عند الدري صاحبي 95 درهم ديالو في يديه، قال لي غير خليها عندك، قال لي نجربوا التليفون. خدا الدري صاحبي في الاول عيط ليه بالتليفون والاخر مشى بالتليفون وداك العظم، مشى كيدوي معاه، رجع عنده ويقول لي لا راه ما انا ما كنسمعش مزيان، قال لك كاينه شي حاجه جي نتبادلوا التليفونات. الدري صاحبي تيقو ملي هو اللحظه خدا التليفون، انا مشيت باغي ناخذ الكاليط تعرف داك الشيء في القرايه، مشيت خديت عصير هذيك ناكل، درت بان لي كيدوي معاه عادي، عاود درت باش نشوفه ما باش لي داك الدري، درت عند صاحبي لقيته كيقلب عليه، خلى لي 95 درهم في يدي ودا لي التليفون، وبقى عند لي التليفون ديالو ساوي شي 1200 درهم، وبقى عنده داك الحبر ديال هذاك ديالو هو، يقول بحال شرا تليفون ب 200 درهم ومشى وهرب لي بحال. وكنصح اي واحد ما يتيقش في هذوك اصحاب القرايه يجي يقول لي نجرب ولا شي حاجه حيت غيدي لي ديال. شمس العشية هو واحد البرنامج جوعوي ماشي غير للفرجة، إنما للعبرة باش نستافدو من أغلب الناس. ما تنسوش تابوناو عندنا في لاشين وتبركو على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.